خديجة، هيام، أهلا وسهلا. خير إن شاء الله. كل خير يا مولاي السلطان. مولاي حبيت بشرك بنفسي، طلعت حامل، حامل بابنك يا سلطان. هيام حبيبتي، أنا كتير سعيد وإن شاء الله على طول شوفك سعيدة يا عمري. ألكسندرا. ليو، ليو، شو أنت مستغني عن عمرك؟ مولاي بهنيك على هذا الخبر الحلو. شكراً يا إبراهيم، الله يطعمك ويطعم خديجة الذرية الصالحة إن شاء الله. مولاي السلطان، إن شاء الله أكون حامل بسبب. إن شاء الله يا رب. مولاي بدك يستنوك مشان الرسم؟ خليهم يروحوا هلأ وبعدين بيجوا. مين هدول مولاي؟ إبراهيم تعرف على رسام شاطر كتير وحابب إنه يرسم لي صورة لإلي، قال بده يحط صورتي بقصره جديد. حلو والله، بلكي بيرسم لنا صورة إلي وإلك، شو رأيك مولاي؟ موافق، بس بالأول خلينا نشوف كيف بيرسم وبعدين منقرر. مولاي السلطان مشغول هلا، روحوا وبتجوا مرة تانية. خير شو صاير لك؟ ليش هيك لونك مخطوف؟ ما في شي، بس طول الليل كنت عم بشتغل وما نمت. لك روح ارتاح هلا، نصوح تعمل. ليه ضب غراضك؟ اللي هدول مين؟ قصدك يلي شفتهم هلا؟ واحدة بتكون السلطانة خديجة وبتكون اخته لمولاي السلطان، وهي بالمستقبل رح تكون زوجته لابراهيم باشا، والتانية السلطانة هيام. هيام؟ ايه، وهي اصلا بيقولوا عنا انها من روسيا، قال بنت خوري، وهلا هي زوجته للسلطان سليمان العظيم، جابت له ولدين وقال الثالث على الطريق. شوف وين كانت وين صارت، حظ، ما حدا بيعرف شو مكتب له. هيام؟ مولاتي لا تقلقي علي، اجتني مغصة وراحت. ما في شيء.
خير ويام، شو في؟ الولد عم يرفسني طول الليل ما هدي. يعني ابني عم بيتعب امه كتير ما هيك؟ بعتقد جايينا صبي ما له مثيل بكل العالم. انا رح اقوم، يوم العرس موكب العروس رح ينطلق. كأنه العرس طوال. انتو ايمتى رح تنهو؟ شو انتي مليتي؟ لا ابدا، بس لانه ما عاد شفتك مثل اول عم اشتاق لك. خليك جنبي هون. شفت هي رح تتركني وتروح. شو رايك فيه هلا؟ أكيد رح يعجبها لخديجة، ما هيك؟ إذا ما عجبها هديني يا إلي. لو تعرف قديش عشقته لهالطوق. بوعدك أعمل لك أحلى طوق بالدنيا. قديش هاليوم حلو، كلهم مبسوطين وفرحانين، مو هيك يا سلطانة؟ ويام خانو، بعرف إنه مو هادي اللي حاسة فيه. انت هلا عم تكذبي وهالشي واضح. لا تحاولي تخدعيني لاني بعرف اللي جوات قلبك. بنصحك تخلي علاقتك معي منيحه لمصلحتك انت وولادك. هيام شو بكي؟ لا ما في شي، صار لي كم يوم هيك ما في شيء. لسه بكير على ولادة هالصبي. لا تقولي هيك، هديك المرة قلتي رح تجيبي صبي ولما جبتي البنت زعلتي. مجبورة، ضروري إنه جيب لهم الصبي. ناهي الدوران عندها صبي واحد، أنا لازم يكون عندي اثنين. نورهان دعاكي. قديش محظوظة هالسلطانة خديجة. شوفي هالعرس اللي عملوا لها اياه، هالفرحة هاي أنا ما عشتها أبدا. بس بنتي مريم رح تعيشها. وقت إبراهيم وناهي الدوران ما رح يكونوا بهالقصر ولا حتى أولاده. السلطانة رح تولد. اهدي هيام، نادوا الحكيمة، استعجلوا الست هيام رح تولد. تحملي شوي، يلا طولي بالك. ما في حدا هون. خلص ناديت للحكيمة وجاي بسرعة. هيام تحملي شوي. أنا كثير موجوعة. ليكا جاي، خدي نفس، خدي نفس. سليمان وينك أنت؟ وينكن؟ ضغطي ضغطي. يلا كمان كمان كمان. شو صار معه؟ فريال وينك انت؟ انا رح اقول لكم حدا فيكم له خبر. وينكم؟ المهم هلا تولدي بالسلامه. يلا كبسي كبسي. يلا كمان. مشي الحال. شو جبت؟ احكوا شو جبت؟ ولد؟ نورهان؟ فريال؟ ألف مبروك، جبتي ولد بيطير العقل ما شاء الله. ألف حمد وشكر.
هاي إجاك مثل ما قلت. فريال أعطيني ابني. هاتي ابن السلطان. سلطاني، ضليتي تقولي حأولد صبي لجبتي صبي. كنت حاسة بهالشي يا فريال. ما بتتخيلي قديش فرحتيني اليوم يا ويام. الله يجعله من الأولاد الصالحين ويربى بعزكم. ما شاء الله. شكراً مولاتي السلطانة. الله يطول بعمرك ويديمك لأحفادك. الله يحفظه ويحمي لك يا ويكبر وعزك يا مولاي. الله يحفظ لنا مصطفى كمان. بدي سميه على اسم المرحوم أبي، وإن شاء الله يصير فتى عظيم مثل السلطان سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. سليم سليم سليم. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله ولدا تقيا ومباركا ومتن الإسلام في قلبه. آمين. اللهم اجعله من الصالحين. آمين. واجعله من رجال التقى والدين. آمين. اجعله سندا للدولة العثمانية. آمين. سليم، يسلم لي حبيب عمته. أنا مشتهية أكل خدودك اللي مثل القشطة. حبيبي دخيل قلبك. أنا كتير انبسطت بجيتك. ما قدرت أحضر عرسك ولا أكون جنبك بهاليوم. للأسف القدر دايما بيكون أقوى منا. أنت كيف صرتي؟ مبكر على قومتك من التخت؟ من جديد قمت من الفرشة. مليت، ما بقى طايقة ضل بالتخت. حابة شم هوا نظيف واطلع لبرات القصر. حاسة كأني هون بالسجن. مم.
شو حلوة هالهدية، كتير حلوة. هاي هدية من السلطانة ناهد دوران. ممتاز، ضلوا هيك على طول، لا بقى تتخانقوا وتعملوا لنا مشاكل. نحن تعودنا على هالوضع. انت شو اخبارك؟ شو مبسوطة؟ انا كتير مبسوطة، اكتر من ما بتتصوري، كأنه طايرة فوق الغيم كل الوقت. انتي رجعي ارتاحي وانا خليني روح، السلطانة عم تستناني. شكرا لزيارتك، انبسطت كتير بشوفتك. ناهد دورة. سلطانة، سمعت انك هون وخفت انك تروحي من القصر قبل ما اشوفك. بالاول حبيت شوف الامير الجديد. السلطانة خديجة كتير عجبتها الهدية اللي عطيتيها للأمير سليم، وعجبتني كمان. أنا لسه ما شفت السلطانة، إذا بدك تعالي معي. بكل سرور سلطانة. لا تفرح لأنك جبتي له صبي تاني يا هيام. المهم هو مين الأمير اللي بده يتعين ولي عهد ويصير سلطان. شو بدك أكتر يا خانم؟ إجت السلطانة ناهد دوران زارتك وقدمت لك هدية للأمير. هي وحدة ما بتستحي، قالت لي لا تفرحي لأنك جبتي صبي، لأنه مصطفى هو ولي العهد. ماني مطمنة لهالمرأة أبدا. لا تنهزي أبدا، أنت فكري بحالك وبس. ما بإيدي، بس شوفها بعصب وبيركبوني الجن والعفاريت وبصعوبة حتى أهدى. هي عم تحاول تكون لطيفة لأنه السلطان مو رضيان عليها. سلطانة، جازي حالك فوراً، مولاي السلطان عم يستناكي بالباحة لتروحوا سوا. مولاي السلطان عم يستناني؟ نادو نورهان، خليها تجي، لازم تبقى عند الأولاد. نحن لوين رايحين؟ رح نروح على أي مكان بتحبيه يا سلطانتي. هاي العرباية بتمشي حسب أوامرك أنت. لو تعرف قديش بحبك. أي مكان بكون معك فيه هو الجنة لإلي. ليش شلحتيها؟ متعودة أعمل هيك من صغري. تذكرت أمي كانت تقلي شلحي من رجليكي ومشي على التراب حفيانة، خلي التراب ياخد كل الهموم اللي جواتك. بيقولوا التراب بيريح الإنسان. أمك معها حق يا هويام، أساساً بني آدم ما بيرتاح إلا بالتراب، بس ما منعرف إذا كان بيرتاح فوق التراب ولا تحت التراب.
شو حلوين ليك. تشيك 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 تشيك. كأنهم عم يحكوا. هدول عاشق ومعشوق، كل واحد عم يعترف بحبه للتاني، وبيضلوا عم بيغردوا طول عمرهم بدون ما يحسوا ابدا بالملل. هدول هدية لإلك. وانا مثلهم يا مولاي، رح ضل طول عمري عم غرد بحبك. سليمان انت عشقي سليمان. وانا بعشقك، عشقتك من اول مره ناديتي لي سليمان. سلطانة فحبك هو ملكي وسلطاني، أنت الفردوس الذي أعيش به يا ملاكي. شبهت الوردة الجورية بوجنتيك الزهريتين، انتشت الوردة، تمايلت زهوا وألقا وكبرياء، وسمت نفسها هويام. اتركي سحرني، فارفقي بعاشق ولهان جن من كثرة السهر. حياتي مركب متأرجح تائه يتعقب موج عينيك، عله يبحر بهما. تشيك تشيك تشيك. سلطاني مولاي. هيام حبيبتي، حياتي وروحي انت. صار الصبح، شو منرجع؟ ما بيصير اتأخر على الولاد اكتر. هيام خانم، وشك اليوم كتير منور. شوفي عالصفيري، مولاي هداني ياهن، اسمهم عاشق ومعشوق. كتير حلوين مو هيك؟ عشاق مثلي ومثل مولاي السلطان. كان مشوار مثل الحلم، ضلينا أنا وياه بالغابة للصبح. تشيك تشيك تشيك. لك انتو يا حلوين احلى عصافير بهالدنيا، عم تغردوا حواليي مثلهم. انتو روحي وقلبي. الواحد بينشرح قلبه لما بيسمع تغريدهن. عملتي منيح. السلطان هداني ياهن. نورهان، سليم امتى بده يفيق؟ والله كتير اشتقت له. خليه نايم كمان شوي، هو طول الليل ما نايمني. المسا حروح على العشاء مع مولاي السلطان لعند السلطانة خديجة، لازم يكون حلوة كتير. وحابة شوف كيف صار القصر بعد ما زبطوه. قلتي المسا ما؟ يلا قومي لنجهز حالنا، صار المسا.
يا ريت لو كل يوم هيك ضلني معك صبح ومساء يا مولاي. وأنا بحب ضل معك على طول لأني بحبك. يلا. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. شرفت يا مولاي السلطان. من وين جابوا لك ياها؟ اجتني من قصر البندقية يا مولاي. أمير البندقية بذاته هدانيها. الظاهر إنه عم يتودد لك. واضح إنه عم يحاول يسايرك كتير. أمير البندقية عم يبعث لنا بدعة جديدة. أسراك صاير بيشبه قصور البندقين. بصراحة أنتم معذبين حالكم كتير، بس أنا ما بريد هالشي يصير بقصري يا سلطان لو سمحتوا. ولعلمكن أنا مبسوطة أنهم عم بيقدموا لي الأكل بصواني الفضة وممنونة كتير. مثل ما بدك. أنا بوعدك أنه هذا النمط ما رح يدخل على قصورنا، بس بظن هاللوحات اللي هنيك ما شفتيهم. طلعي هالرسمات هي بأي قصر شرقي موجودة. شو هالشهاد؟ شو رح يقولوا مشايخنا إذا شافوا هالصور؟ مسؤولية إبراهيم باشا يجاوبوا. يلا تفضلوا. مولاي الرسام ليو اللي حكيت لك عنه هون، هو عم يشتغل جوا. والله جد؟ طيب خليه يجي مشان نشكره على اللوحات. مولاي نادي إبراهيم باشا. ما في أي مشكلة، نادي خليه يجي لهون. نحن لازم نهنيه، مو بسهولة بتشوف فنان ماهر لهالدرجة.
مولاي، بقدم لكم الفنان الماهر ليو من الكير. السيد ليو زين قصرنا بالزخارف والرسومات الرائعة. قرب لهون يا ليو، تعال. I see.